كابتن شريف الف مبروك. توقعت المباراه ان المباراه صعبه، فعلا كانت مباراه صعبه. مبروك ان احنا كسبنا. انت بتلعب فرقه من اقوى الفرق في الكاس يعني. فرقه مولين فرقه منظمه جدا ولاعيبه محترمه جدا ومدرب طبعا عارف ازاي يلعب قدام النادي الاهلي. هو ده الكاس، الخساره دايما بتبقى في الكاس وممكن تخرج عادي جدا من الكاس بضربه حظ زي اللي احنا كنا بنتفرج عليها دلوقتي دي. مش هنقدر نقول النهارده غير ان زي ما ماهر قال يعني لعيبه راجعه من راحه ودخولها في سباق اللي هو النوك اوت انك انت بتلعب ماتش لازم تكسب فيه. الراحه دي تاثرنا بيها سلبيا يا كابتن؟ مش سلبيا يعني بقالك كتير حساسيه المباريات الرسميه يعني مش موجوده يعني. فدخولك والغياب بعض اللاعبين برضو بتبقى بتلعب زي اكرم ومحمد عبد المنعم وفي اضطر الراجل ان هو يعمل تدخلات ويعمل ناس تخش في الملعب مش في مراكزها. غيابات مثلا زي الناحيه الشمال الباك ليفت الراجل ادى اللي عليه كله محمد اشرف، انما برضو بيبقى في تايم بيبقى في وقت لبعض اللاعبين اللي انت تقدر تعتمد عليهم اعتماد كلي يعني. الفرقه كلها لما تشوفها تحس ان هو عمل توازن يعني. كنا احنا عايزين الشكل الامثل نبتدي بيه كلنا. ايوه. اللي هو 4 2 3 1 الشكل الطبيعي بتاعك وكنا والناس كلها كانت نفسها ان ديانج يكون موجود من الاول. ايوه. ونزول ديانج عمل محطه ارتكاز كويسه جدا على فكره. انما الماتش كان مفتوح والجيم مفتوح. كل كونتر اتاك بيحصل من اي فرقه في الثاني بتحصل خطوره على الناحيه الثانيه. فانا ببارك للنادي الاهلي النهارده. و اللي عايز اضيفه بس زي ما انتوا قلتوا بعد الهدف على طول كان في كوره لشادي حسين عملها له قفشه قبل ما يخرج دي لو عملها عرف يستقبلها وعملها من فوق الجول كانت المباراه انتهت، المباراه خلصت خلاص في الشكل الطبيعي بالنسبه له. انما مجهود كبير جدا من اللعيبه بعد الاجازه دي وربنا كسب النادي الاهلي. وهارد لك لفرقة مولين عرب وهارد لك شوقي، عندك فرقة كويسة إن شاء الله في بقية مبارياتك وفي الدوري العام يكون ليك وضع وشكل أحسن. ونتمنى اللي جاي إن شاء الله قدام سموحة يبقى خلاص بقى يعني الدنيا تكمل ونشوف حاجة نخلص من الأول بدري بدري في أول 20 دقيقة كده بإذن الله رب العالمين.